هذه التهنئة إهداء من محمد يحيى عكاش أبو كهلان إلى والده وأعمامه وكافة آل عكاش. من رأس أبو كهلان هاجس يزهاله ينظر جزاله القافية وزك السلام، ومن خميس مشاب توصل عاجله لأبو ريث صعد جزيل الاحترام. الغالي بن عكاش راعي لواله يحيى محمد حصريا أبو خير القاسمين محمد بدعي الله وزاله أن يجعله في خير دايم وانسجام، وبني تحياتي وشوقي توصاله كهلاني.